تعالوا نشوف اراء جماهير في تاهل الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا وحظوظه في حصد اللقب ونرجع لكم مره ثانيه. ماتش اقتصادي يعني انت كده كده مخلص الماتش فانت جاي بتلعب باقل حاجه يعني، وفي اخر الماتش بدات تريح شويه لعيبه وده الصح، ده كده احسن حاجه يعني، والحمد لله فرقتك كامله مفيش اصابات مفيش حد موقوف انذارات، فان شاء الله ان شاء الله هناخد البطوله يعني ان شاء الله. الاهلي طبعا فرقه كبيره وكل حاجه، ونقول لهم الف الف مبروك. انا زملكاوي ويعني قاعد مع اصحابي النهارده بتفرج معاهم على الماتش عادي خالص مفيش حاجه، بس يعني فرقه محظوظه طبعا، الدنيا ماشيه معاها كل ماتش يعني دايما بتصادف ان الفرقه اللي قصاده دايما بيبقى في حاجه في مشكله دايما. الترجي فرقه كبيره جدا بس يعني ما وفقوش الجمهور وقوه الجمهور بتاعتهم، وقعت في الماتش اللي فات، فيعني مبروك وندعي القطر الطاهر يعني زمان كان زمايلنا الاهلاويه يدعوا له يعني يدعوا له دعوه كبيره قوي يعني. النهارده الاداء كان مميز الحمد لله، وقدروا يحافظوا على النتيجه بنتيجه 1-0، بس كان مش هجوميين بالحد المقنع لان هم ضامنين النتيجه، فما كانوش بيلعبوا بفكر هجومي زي الماتش اللي كان هناك. الحمد لله على المكسب وان شاء الله البطوله الرابعه وان شاء الله ناخد البطوله. النادي الاهلي ماشي فتره بقاله فتره كبيره ماشي كويس ويستحق انه يوصل للنهائي. النادي الاهلي طبعا كبير، انا راجل زملكاوي وربنا يوفقهم ان شاء الله في النهائي ويفرحونا. الحمد لله كنا كويسين وما كانش فيه شراسه على الجون كتير، بس الحمد لله يعني ومفيش حاجه جديده في الماتش غير يعني ان احنا كنا بندافع بس كنا كويسين الحمد لله.